نتابع كل هذه التطورات بالتحليل والنقاش. معنا من غزة وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية سفيان أبو زايدة، ومن اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة الدكتور برهان كوروغلو، ومن برلين الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والألمانية رافائيل بوسونغ. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك سيد سفيان أبو زايدة، وأبدأ معك من آخر التطورات. واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول وتتوقع بأن يكون هناك اجتياح إسرائيلي بري في غضون 24 إلى 48 ساعة المقبلة. إلى أي حد بالفعل قررت إسرائيل الدخول في هذه المغامرة؟ ليس لدي شك أن إسرائيل قررت الدخول في هذه المغامرة. السؤال إذا كان خلال 24 ساعة أو 48 ساعة أو 72 ساعة وربما أكثر من ذلك، ولكن القرار هو واضح جدا، جاء على لسان رئيس الأركان هرتسل ليفي، وجاء على رئيس وزير الدفاع يوآف جالانت، وجاء على لسان نتنياهو نفسه رئيس الوزراء عندما قال أننا في حالة حرب، ليس عدوان وليس جولة أخرى من القتال، حالة وليس عملية عسكرية، حالة حرب. وجميعا تحدثوا على بهذا الاتجاه. الآن لماذا تتأخر هذه العملية؟ لماذا تحتاج إلى أيام؟ لسبب بسيط، أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى إعداد نفسه بشكل جيد لهذه العملية، لأن هذه ليست نزهة، ولن يدخل الجيش الإسرائيلي لكي يتنزه في غزة. كل متر سيتقدم فيه في غزة سيواجه مقاومة، ومقاومة عنيفة. وإن استطاع أن يحتل غزة كلها خلال أيام أو خلال ساعات أو خلال شهر، أيضا سيكون هناك مقاومة ومقاومة عنيفة، وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى إعداد وإعداد كبير. الأمر الآخر، وهذه أزمة الجانب الإسرائيلي، هو عدد الأسرى الكبير الموجود لدى الفصائل الفلسطينية. الحديث هنا عن حوالي 150. الجهاد الإسلامي لوحده يقول أن لديه 30 أسير إسرائيلي، من بينهم جنود وضباط وفي الجيش، وإضافة إلى المدنيين. وبالتالي هل علي إسرائيل في حال الاجتياح البري أن تضحي بهؤلاء، أم تحاول في البداية أن تجري مفاوضات لإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين؟ والأمر الآخر، اسمح لي، النقطة الثالثة، أن هناك جهود داخلية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أو حكومة طوارئ، أو حكومة مختصين، أو حكومة مختصين تتحمل مسؤولية ما سيحدث، لأن الذي سيحدث كبير، إضافة إلى أنهم عيونهم على الشمال، شمال فلسطين وجنوب لبنان، ويأخذون كل الاحتياطات اللازمة بأن ما حدث في غزة قد يحدث في أي لحظة في الجنوب اللبناني. طيب سيد سفيان، تحدثت عن الاجتياح البري الوارد الآن، هل نتحدث عن اجتياح بري تقليدي أم أنه اجتياح من نوع آخر، حسابات أخرى؟ أعتقد أن ما هو أكيد أن الحرب التي ستخوضها إسرائيل ضد غزة خلال الأيام القادمة، إذا ما قررت أن تدخل بريا، هي ستكون مختلفة بالتأكيد عن جولات القتال التي حدثت في 2008 2009 وفي 2012 وفي 2014 وفي 2021. كلها كانت جولات استمرت من أسبوعين إلى شهرين، ولكن هذه المرة الأمر سيكون مختلفا. المشكلة أن هذه الدبابات ستدوس على بجنازيرها على كثير من المدنيين الأبرياء، لأن غزة المكتظة 2.5 مليون تقريبا، 2 مليون بالضبط، 2,350,000 مواطن فلسطيني يعيشون في 36 كيلو متر مربع. لا أعرف أين ستتحرك هذه الدبابات وأين ستحتل. يعني باختصار شديد، ستكون هناك كوارث وجرائم حرب سترتكب إذا ما أقدمت إسرائيل على الاجتياح البري في غزة.
سيد برهان كور أوغلو من أنقرة، تتابعون بلا شك هذه التطورات. تركيا تتحدث عن تكثيف الدبلوماسية لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى اتصالات مع نظرائه في واشنطن، السلطة الفلسطينية، إسبانيا، قطر، السعودية، إيران، مصر، أيضا مع دولة الإمارات والأردن. يعني هل تعتقد بأنه بإمكان تركيا أن تقوم بشيء ما؟ هي تحتفظ بعلاقات مع الكل، مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الآن بعثت حاملة طائرات مساعدات عسكرية بالجملة إلى المنطقة، وهي تحتفظ بعلاقات مع حماس. هل بإمكان تركيا أن تقوم بدور ما بالفعل لتهدئة الصراع الحالي؟ ما رأيك؟ يعني أولا مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. بالنسبة لموقف تركيا موقف واضح طبعا، منذ الأمس بدأوا يقولون، وعلى رأسهم طبعا رئيس الجمهورية ومثلا رئيس المجلس، كلهم يقولون نحن ضد التصعيد في فلسطين، وأي تصعيد خاصة بعد يعني الحملة الفلسطينية من غزة، طبعا التصعيد سيكون من طرف إسرائيل، وإسرائيل طبعا ستستعمل كما عادتها قوة يعني غير عادلة. بالعكس، هناك نرى تصريحات من أمريكا، من بريطانيا، أنهم سيزودون إسرائيل بمعدات وأسلحة، كأن لا يوجد عند إسرائيل أسلحة. إذن يعني هذا التصعيد طبعا تركيا ضدها، لذلك هذه الاتصالات كلها أصلا كانت تصب أن يكون هناك تدخل من دول المنطقة. هناك دول كبيرة مثل مصر، مثل السعودية، مثل إيران، مثل تركيا في المنطقة وبقية الدول. إذن هذا التصعيد طبعا أكيد سيتجه إلى قتل المدنيين كما صار من قبل. لذلك تركيا تقول صحيح لنا علاقات مع إسرائيل، مع أمريكا، ولكن هذا لا يعني أن تركيا ترضى من هذا. بالعكس، علاقتنا مع فلسطين وحماس أعمق من أي علاقة. لذلك تركيا تريد أولا تؤكد على أن هناك حق للفلسطينيين على تأسيس دولتهم، حدود 67، هناك حق لوحدة الأراضي الفلسطينية، وحق أن يكون هناك عاصمتها قدس. كل هذه أمور أكد عليها أردوغان منذ يوم عدة مرات. أكد عليها أردوغان سيد برهان، ولكن اللافت أن السفير الإسرائيلي لدى أنقرة قال إنه من السابق لأوان مناقشة أي وساطة، بمعنى أن إسرائيل ذاهبة في خيارها العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا الخيار. ماذا ستقوم تركيا في حال التصعيد؟ ما الخيارات التركية برأيك؟ يعني أنتم كلكم تعرفون مواقف تركيا من قبل، إذا ما زاد هذا التصعيد وإذا هذا الهجوم وإذا أدى إلى قتل المدنيين وإلى تطهير عرقي، كلها تركيا ستكون موقفها ثابت وأكيد سترفض كل هذا الشيء. ويمكن يكون مثل ما عملنا من قبل، قد يكون قتل علاقات، تخفيض العلاقات، مهما يكون المصالح لا يمكن أن يكون أي شيء فوق قبلتنا الأولى. كما قال أردوغان، هي الأساس القدس، حفاظ على القدس وحفاظ على حقوق الفلسطينيين. إذا ما استمر إسرائيل بهذا مثلا هجمات، الآن يقصفون بيوت المدنيين، ليس المواقع العسكرية فقط، بيوت المدنيين، هذا يدل على أنه هذه جرائم حرب. إذا استمر هذا الأمر، يعني كيف يمكن مثلا الآن الغرب يعني ينتقد روسيا لأنه يقوم بجرائم حرب، لماذا لا ينتقدون إسرائيل الذي بدأ وسيستمر إذا لم يمنع من ذلك أن يقوم بجرائم حرب؟ إذن تركيا تريد، ليس لوحدها، يريد كل الدول في المنطقة يشترك في الحيلولة دون وقوع تصعيد من طرف إسرائيل. في هذه المرحلة لابد أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وطبعا فتح مجال لمبادرة السلام. هناك قرارات الأمم المتحدة كلها موجودة تنص على أنه هناك دولة فلسطينية، لابد أن تؤسس دولة فلسطينية. لذلك أكد أردوغان على خطة الدولتين كذلك. أعتقد كل هذه يجب أن تكون في الطاولة حتى نقنع الأطراف
على ان لا يعني لا يستمر طيب التوتر بين الطرفين. هذه نقطة واضحة. دعني أسأل سيد رافائيل من برلين، كان شولتز حذر من عواقب لا تحصى لانتشار العنف في الشرق الأوسط، قال بأنه أمن إسرائيل هو سبب سياسي بحت لاتخاذ إجراء من جانب الحكومة الألمانية وسنتصرف وفقا لذلك، ويبدو أنه أجرى أيضا اتصالات مع دول وزعماء في المنطقة. سيد رافائيل، الموقف الألماني إلى جانب الموقف الأوروبي، ما الذي بإمكانه أن يفعل في ظل لهجة التصعيد هذه؟ ألمانيا قد عبرت عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وشددت على في هذا الموقف بأن أمن إسرائيل هو أيضا جزء من المصلحة الوطنية لإسرائيل، ليس فقط تاريخيا ولكن أيضا إذا تحدثنا عن عصرنا الحالي، لأنه كان هناك مثلا جدل بشأن الحكومة الإسرائيلية، فإسرائيل هي شريك قوي لألمانيا وللدول الغربية وهي ديمقراطية. إذن هذه ليس فقط إلزاما أو واجبا تاريخيا ودعم إسرائيل ونشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لا يمكن أن أتحدث عما سيحدث في الأيام المقبلة، ولكن علي أن أقول بأن ما قيل هو أنه كانت هناك مجازر ارتكبتها حماس، وسمعنا عن 260 شخصا كانوا في حفل وقتلوا هناك. إذن طبعا هناك دعوات لضبط النفس، وينبغي طبعا أن نتجنب أي ضحايا، وقوع ضحايا من كل الأطراف بأي تكلفة، ولكن إسرائيل طبعا لديها حق في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي. تقول أن اسمح لي على المقاطعة، تقول بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ماذا عن الحقوق الفلسطينية التي يقول الفلسطينيون أنها مغتصبة؟ هناك يعني حقوق، يعني وهناك أيضا ما يصفه البعض بجرائم الآن ترتكب في قطاع غزة، هدم للمباني بأكملها، هناك ضحايا من الفلسطينيين، أطفال، نساء وشيوخ، يعني أين الموقف الغربي في كل ذلك؟ لماذا التعامل بازدواجية هنا فيما يتعلق بالضحايا؟ حسنا، أنا طبعا لا أعطي التقييم لما يحدث الآن بكل التأكيد، والأمر لا يعود إلي. كما قلت، هذا النزاع قد دام لعقود، وكان هناك حديث طويل في ألمانيا وإسرائيل ودول الشرق الأوسط عمن هو مسؤول أو عن ماذا. هذا لا يمكن حله الآن في 5 دقائق. أنا لا أحاول القول بأنه ينبغي أن نمتص أو أننا مثلا نظلم بأنه لن يكون هناك ضحايا مدنيون، ولكن هذا معروف بأن هذه الهجمات حدثت في مناطق آهلة بسكان المدنيين. أنا أقول وأكرر، لا أستطيع من هنا أن أقيم ما يحدث الآن، ومن المهم جدا ضبط النفس، ولكن هناك حاجة أيضا للدفاع عن الصواريخ التي تنهمر، وضد هذه الاختراقات، وضد الهجمات الإرهابية التي رأيناها بالأمس واليوم. أما بشأن ازدواجية المعايير، فأظن بأنه كما قال الضيف، فمثلا بالنسبة لروسيا وما يحدث، أنا لا أقول هنا أي شيء، ولكن هناك ربما حديث معقد عما ينبغي أن يكون الحل مثلا، وخاصة وللأسف لم نجد حلا، وألمانيا كانت دائما تدعم مبادرات الأمم المتحدة ومبادرات الدبلوماسية، وأيضا طبعا لم يتحقق أي شيء لأسباب عديدة، وكان هناك جدل من الجانبين عن الطريق الصحيح
الصحيح الذي ينبغي السير فيه، ولكن للأسف الطرفان لم يتفقا خلال السنوات الماضية. لا أعتقد بأننا يمكن أن نحكم اليوم بسرعة. الجرائم الحرب التي ارتكبت في أوكرانيا وأيضا في سوريا ومع الضربات الروسية هناك هي مختلفة وبمستوى مختلف، وهي ليست كما نرى الآن من هذا الهجوم من حماس. نعم سيد رفائيل، هذا موضوع آخر، موضوع أوكرانيا، ولكن نعم اسمح لي على المقاطعة حتى أوزع فقط الوقت بشكل متساوي. سيد سفيان، يعني الآن إسرائيل طلبت المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، المدد قادم في الطريق كما تقول واشنطن، يعني كيف نفسر الاستنجاد الإسرائيلي بواشنطن في حربها مع فصائل فلسطينية؟ جيش مصنف من بين الأقوى في المنطقة يستنجد بالولايات المتحدة لمحاربة فصائل فلسطينية، كان في السابق يقول بأنها فصائل يستطيع أن يقضي عليها وما إلى ذلك، ما السر في ذلك؟ يعني أعتقد أولا هو انحياز أمريكي كامل بالدرجة الأساسية السياسي، إسرائيل أمريكا وعلى لسان الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكين أعلنوا بشكل واضح أنهم يدعمون الموقف الإسرائيلي دون أي تحفظ، دون أي تردد، دون أي تلاعب بالكلمات. هذا أولا، وبالتالي إسرائيل أهم من الدعم العسكري هو الموقف السياسي الأمريكي الدعم، بمعنى آخر الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء في قطاع غزة ضد الفلسطينيين. هذا أولا. ثانيا، اعتقاد إسرائيل بحاجة إلى القذائف القبة الحديدية، هم يحتاجون، أعتقد أن ليس لديهم ما يكفي من قذائف. الأمر الآخر، هم في حاجة إلى، أنا ليس خبير عسكري ولكن أفترض ذلك، هم في حاجة إلى القذائف التي تخترق الحصون أو التي تخترق الأنفاق، لأن معركتهم في غزة ستكون معركة أنفاق، وبالتالي هم بحاجة إلى القذائف التي يعني تدخل في العمق، إضافة إلى كل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من ذخائر ومن أسلحة. هذا أولا. ثانيا، دائما هم يتطلعون إلى الشمال. الخشية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يفترض أن جبهة الشمال قد تفتح عندما يكون متورطا في غزة، وبالتالي هم يريدون أن يأخذوا احتياطاتهم العسكرية من كل ما يحتاجه الجيش قبل أن يدخلوا إلى غزة، وبالتالي هذا هو في طيب اعتقادي. سيد سفيان، هل تعتقد بأن حزب الله سوف ينكفئ عن نفسه حينما تكون هناك إسناد أمريكي عن طريق البوارج وما إلى ذلك؟ هل تعتقد أن حزب الله لن يغامر في فتح جبهة في الشمال؟ أنا بصراحة لست متأكدا، لا أستطيع أن أعطي جوابا بأن قاطع بأن حزب الله في لحظة ما قد يدخل المعركة أو يفتح جبهة ضد إسرائيل في حالة الاجتياح البري بالتحديد، ولكن على الأقل إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار هذا الخيار، تأخذ بعين الاعتبار هذا الاحتمال أنه لا، أنه قد يحصل ذلك، وبالتالي عليهم أن يعملوا حساباتهم على هذا الأساس. طيب سيد رفائيل، رئيس الوزراء الفلسطيني يقول بأن الحلول الأمنية لن تفيد في شيء، يعني الدعم الغربي لإسرائيل لن يفيد في شيء، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. إلى أي حد الدول الأوروبية تحديدا ألمانيا سوف تدفع بهذا الاتجاه وبالتالي ننهي مسألة الشد والجذب في منطقة الشرق الأوسط؟ كنت آمل أن أعطيك ربما توقعات عن الحل. كما قلت، هذا النزاع قد دام لعقود،
ألمانيا والدول الأوروبية دائما دعمت طبعا الوساطة الدولية الأممية واتفاقية أوسلو. وطبعا أنا هنا لا أستطيع الحكم كما قلت وفي أي مرحلة وأتحدث عن الأخطاء، ولكن من الواضح بأنه ينبغي أن يكون هناك حل سياسي، ولكن الأمر لا يعود إلينا الآن لأن نقول بأن هذا ينبغي أن يحدث بهذا الشكل أو ذاك، لأن علينا أن نجد حلنا الآن لهذا العدوان اليوم والهجمات الإرهابية التي تحدث الآن. ليس مثلا أنا لا أقول بأن هذه جرائم حرب أم لا، ولكن هذا ما يحدث. إذن من الضروري لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، ونأمل نعم بأنه مع لاعبين آخرين نحن نأمل أن يكون هناك حل سياسي في المستقبل، ولكن الآن النقطة هي وقف هذا العدوان من حماس، وأيضا لنظهر بأن هذه الهجمات الإرهابية التي حدثت ضد المدنيين في إسرائيل بأنها غير مقبولة، وأن إيران التي تدعم حماس قد نظهر لها بأن هذا مستحيل، وأن سياستها هذه ليست بناءة وأنها خطيرة جدا، وسيكون هناك رد حازم. هناك ربما مخاطر يراها الاتحاد الأوروبي إذا حدث التصعيد إلى نزاع إقليمي، ونأمل أن لا يحدث هذا، ولكن الأمر خطير، وإيران تدفع ربما من أجل هذه أو برنامجها هذا، وهذه الحرب الفظيعة التي تحدث الآن نأمل أن لا تنتشر في المنطقة، هذه هي الأولوية. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سيد رافائيل بوسونغ الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى للسيد برهان كور أوغلو من أنقرة. الآن الحديث عن إمكانية فتح جبهة في الشمال، إلى أي حد ستكون المنطقة أمام يعني توحيد الساحات كما تتحدث الفصائل الفلسطينية، ليس فقط في غزة وإنما في الداخل الفلسطيني وفي شمال في الجبهة الشمالية، هل سنكون أمام هذا السيناريو برأيك؟ يعني طبعا إذا نتذكر 2006 لما كان هناك يعني هجوم إسرائيلي على لبنان، طبعا نعرف موقف حزب الله، إذا يعني يمكن يتكرر هذا الأمر من جديد، ولكن يعني مثل ما قلت موقفنا يجب أن يكون هناك أولا فتح مجال المناقشات من أجل هدنة أولا بعد ذلك سلام، ومثل ما يعني قلنا هناك أصلا طريق واضح جدا، قرارات الأمم المتحدة واضحة، يجب أن يسلم إسرائيل حق الفلسطينيين في أراضيهم. لو لم يسلموا اليوم يعني كل التصريحات التركية تدل على أن إذا لم يسلم هذا الحق سيستمر هذا النزاع إلى الأبد، يعني لن يستفيد حتى إسرائيل منها. في نهاية المطاف الشعب الفلسطيني مصمم أن يبقى في أرضها ويدافع عنها. فإذا مثلا هذا الضيف من ألمانيا يقول أنه يعني أن الهجوم من حماس، طيب يعني منذ سنوات وحتى هذه السنة كم من الفلسطيني قتل يوميا؟ يعني هذا الهجوم الإسرائيلي لانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، يعني فقط الآن يعني لا يمكن نبدأ التاريخ من الأمس، يجب أن ننظر إلى تاريخ هذه المنطقة. إذن نحن أعتقد من الشمال، يمكن يبدأ من الشمال، يمكن مثلا حتى من الداخل. نحن نعرف داخل الفلسطيني كذلك هناك كثير من الانتهاكات الحقوق في داخل الفلسطيني ضد الفلسطينيين، هناك قتل يعني مستمر من قبل أطراف غير معروفة، والسلطات الإسرائيلية لا يبحثون عن الـ عن الـ عن الجاني، بالعكس هم يعني يسمحون طيب. أنه يستمر هذه الجنايات، بينما إذا اعتدى أي اعتداء على يهودي على طول يتصرفون بشكل سريع. إذن هناك عدل غير موجود، بدون عدل لا يمكن أن يكون هناك سلام. هل تعتقد من الجنوب أن حكومة بعد ذلك من الشمال بعد ذلك من حكومة من الشرق يعني. اسمح لي على المقاطعة سيد برهان، هل تعتقد أن حكومة نتنياهو الحالية أو أيضا حكومة طوارئ في حال ما شكلت سوف تمضي في خيار السلام؟
يعني أصلاً مجبورون في نهاية المطاف، لا يمكن أن يقتلوا هذا الشعب بالكامل، وهذا كلها طبعاً ستحسب عليهم لأنه هذه كلها ستكون جرائم حرب. إذن لابد أن يجلسوا على الطاولة. أعتقد هناك حتى في داخل الإسرائيل هناك انتقادات كثيرة جدا ضد نتنياهو، هذا يبدو أن وجد هذه فرصة لتغطي على الانتقادات على حكومته. إذن لابد أن يكون هناك حل، وأعتقد الأطراف الأخرى الإسرائيلية إذا هم عقلاء يجب أن يعني يقولوا لا لهذه الانتهاكات، ويجب أن يفتح صفحة جديدة ويسلم حق الفلسطينيين في أراضيهم. هذا هو أعتقد مطلب كل العالم ما عدا يمكن بعض الدول الغربية وأمريكا وإسرائيل، بس بقية العالم كلهم مع الشعب الفلسطيني. سيد سفيان، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على أن هجوم كتائب القسام هدفه تحديدا هو الحيلولة دون أي تطبيع إسرائيلي سعودي. إلى أي حد نجح ذلك في تجميد هذا التطبيع برأيك؟ لا أعتقد أن هذا الأمر له علاقة، ربما بالنتيجة يؤثر على التطبيع السعودي الإسرائيلي بالنتيجة، ولكن أنا أجزم لك أنه ليس له علاقة، لأن أعتقد أن حماس تخطط لهذا الهجوم منذ أكثر من عام ومنذ أكثر من عامين، قبل أن يكون هناك أي احتمال أو أي أمل في أن يكون هناك تطبيع سعودي إسرائيلي. ولكن ما سبب هذا التوقيت سيد سفيان؟ يعني قبل ساعة نشر التلفزيون الإسرائيلي القناة 12 نشر التقرير حول التدريبات التي كان يتدربها عناصر حماس في غزة تماما على هذا السيناريو، على اقتحام الحدود، على اقتحام المستوطنات. دعني أسوقك سيد سفيان لأبرز هذه التطورات. هناك رشقات من قطاع غزة صوب إسرائيل، ويبدو أن القبة الحديدية تحاول التصدي لبعضها في سماء تل أبيب حسب ما تتحدث المصادر. الآن كتائب القسام تتحدث عن توجيه ضربة صاروخية تصفها بالكبيرة لمدينة عسقلان بمئة صاروخ ضمن معركة طوفان الأقصى. كنا نشاهد هذه الرشقة من الصواريخ وهي تعبر غلاف غزة. تفضل سيد سفيان. على الهواء وأنا شاهدته على الطبيعة بينما كنت أتحدث معك. وما أغلطت أن أقوله أن بالنتيجة هذا يؤثر، طبعا يؤثر، وإسرائيل تجنبت أن تصاعد الوضع في غزة أثناء المناوشات على والاحتكاكات الحدود والتوترات على الحدود لكي لا تشوش على هذا على مسيرة التطبيع، ولكن جاءت هذه العملية. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هو الوقت المناسب. كانت هناك أعياد، كان يوم سبت وكان يوم عيد، وأعتقد ومن خطط ونفذ هو يعرف بالضبط أن هذا هو الوقت المناسب جدا لتنفيذ هذه العملية التي خطط لها منذ وقت طويل. والآن نتنياهو يحذر من صراع طويل الأمد وصعب بعد عملية طوفان الأقصى التي باغتته وفاجأته. نتحدث هنا ونتساءل أين سرعة الحسم الإسرائيلية فيما يتعلق بالرد وإعادة أخذ زمام المبادرة؟ لن يكون هناك حسم، لن يكون هناك، حتى لو احتلوا غزة، حتى لو دمروا غزة كلها، لن يكون هناك حسم. هذه العملية بغض النظر عن تفاصيلها هي أعادت للذاكرة الإسرائيليين وبالتحديد لنتنياهو وفلسفته أنه بالإمكان عمل سلام مع كل الدول العربية واستثناء الفلسطينيين. الفلسطينيين بالنسبة له هم غير قائمين، لا يعتبر أن هناك في مشكلة فلسطينية، ولا يعتبر أنه ملزم أن يكون هناك حلا فلسطينيا. هذه العملية
ذكرت الإسرائيليين أنك تستطيع أن تعمل سلاما مع الجميع وأن تطبع مع كل الدول العربية، ولكن تبقى الأساس هو حل القضية الفلسطينية ومنح الفلسطينيين حقوقهم. هل يمكن أن تعيد حسابات إسرائيل هذه العملية العسكرية سيد سفيان؟ يعني على المدى القريب لا أحد يتحدث عن هذا الأمر، ولكن على المدى المتوسط والبعيد نعم هذا سيعيد. وإضافة إلى ذلك أنا سأزيد لك على أيضا بأن هذا الأمر سينعكس على الضفة الغربية. هناك الآلاف من الشباب، الآلاف عشرات الآلاف من الشباب في الضفة الغربية، أعتقد أنهم أيضا سيأخذون الكثير من الجرعات لما حدث في غزة ويحاول تطبيق ذلك في الضفة الغربية. هل هذا الأمر ممكن لو بحجم أقل؟ نعم هذا الأمر سيكون، سيما أن المستوطنين هناك يعربدون ويوفروا الأسباب للرد الفعل الفلسطيني بشكل دائم. وبالتالي أيضا التخوف الإسرائيلي أن هذا الأمر سينعكس على الأوضاع في الضفة الغربية، ويمكن ربما رحمنا لأن الأحداث التي تجري في غزة كبيرة جدا، لم ننتبه إلى ما يحدث في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين. هناك الكثير من الاحتكاكات، عمليات إطلاق نار، هناك أيضا شهداء استشهدوا خلال اليومين الماضيين، إذا ما صار اجتياح بري أيضا، وعدد الضحايا في غزة والشهداء سيكون كبيرا. الآن بالمناسبة تجاوز العدد 440 حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، والحرب لم تبدأ بعد. من ضمن هؤلاء 440 أكثر من 90 طفل. هناك عائلات تم قصف بيوت وعائلاتها، تم إنزال أبراج سكنية كاملة بعد إخلاء سكانهم. الآن حوالي 20,000 حسب إحصاءات الأونروا، 20,000 فلسطيني ينامون في المدارس. نقطة أخيرة أريد أن أشير لها، أن هناك أزمة إنسانية بدأت تبرز في الأفق في ظل قطع الكهرباء نهائيا عن غزة. هناك فقط ساعتين محطة الكهرباء الوحيدة تستطيع أن توفر خلال اليومين القادمين فقط، بعد ذلك ستتوقف عن العمل. المعابر كلها مغلقة، وبالتالي هذا يتطلب النظر إلى عدم تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. سيكون هناك نقص في المواد الأساسية، سيكون هناك نقص في المحروقات، سيكون هناك نقص في الكهرباء، وبالتالي يجب أن يكون هناك نظر، وخاصة الإخوة المصريين، الإماراتيين، السعوديين، التعامل مع هذا الأمر بأن هناك كارثة إنسانية ستحدث قريبا حتى قبل أن يكون هناك اجتياحا إسرائيليا بريا. نعم. سيد برهان كوروغلو، الفلسطينيين يقولون أن إسرائيل لن تكون في مأمن طالما تجاهلت الحقوق الفلسطينية، طالما لم تقام دولة فلسطينية على حدود 67. ما الذي يجعل إسرائيل تدير ظهرها لكل ذلك برأيك؟ طبعا هو معروف، يعني دعم غير محدود من على رأسها طبعا الولايات المتحدة، وكذلك بريطانيا وبعض الدول الأوروبية. هذا الدعم مستمر لها إلى الآن. كل القرارات في الأمم المتحدة طبعا، يعني الولايات المتحدة يقوم بفيتو، وسمعنا اليوم كلام بايدن يتحدث عن كأنه يعني هناك فقط إسرائيل وهناك فقط شعب إسرائيل، ولا يتحدث عن الشعب الفلسطيني وحقوقها. يعني نتذكر أنه ترامب قبل سنوات يعني أعلن أنه بالنسبة لي حتى ما احتله في هضبات جولان ملك لإسرائيل، ويقول قدس عاصمة لإسرائيل. هذه إذا هذه العقلية تستمر طبعا لا يمكن أن نتحدث عن إسرائيل يقبل بالواقع. ولكن مثل ما قال ضيفكم، لابد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي واضح
بشكل قطعي قوي، يعني يجب الكل يجب أن يتحدث عن حقوق الفلسطينيين، ولا يمكن أن يسمح لأي انتهاك لحقوق الإنسان في غزة. نحن نتحدث عن منطقة مكتظة الآن، سنرى هذه الأيام القادمة لا سمح الله سيكون هناك قتل جماعي يعني بشكل غير مسبوق. إذن لماذا نصبر على ذلك؟ لابد أن يكون هناك موقف من الدول الإسلامية بشكل واضح. إلى الآن لم نرى هذا الموقف الصريح والكامل إلا من بعض الدول القليلة الكل القليلة. سيد سفيان، إسرائيل تتحدث على أنها استطاعت استهداف 800 هدف خلال الساعات الماضية لحماس للجهاد في قطاع غزة، هل بالفعل استطاعت إسرائيل الوصول لأهداف الأهداف العسكرية، أم أنه الذي يحدث هو ضرب للبنية التحتية، هو ضرب لمساكن منازل عمارات المدنيين الآمنين؟ تماما، وهذا ما يحدث. كل ما حدث حتى الآن، 800 هدف الذي يتحدثون عنه هو عبارة عن منازل لمسؤولين من حماس ومسؤولين من الجهاد الإسلامي، وهو عبارة عن أبراج سكنية تدعي أن أنت تتحدث عن برج سكني في 90 شقة، ربما تكون هناك شقة لمكتب إعلامي لحركة حماس، هذا سبب أن يهجروا كل من في هذا البرج ويحولوه إلى تراب. يعني هذا هو هدف بالنسبة لهم، هذا هو هدف عسكري، هذه الأهداف. حتى الآن ليس هناك أهداف أخرى سوى قصف البيوت وقصف المباني السكنية. شكرا جزيلا لك سيد سفيان أبو زايدة، وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية، كنت معنا من غزة. أشكر من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة الدكتور برهان كور أوغلو.